بيان إلى الرأي العام العالمي. نحن أهالي منطقة رأس العين سريكانية، مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، اليوم نقف في وجه العدوان التركي ومرتزقته ضد الهجمة البربرية الوحشية ومهاجمة أراضينا باستعمال كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، وأمام أنظار ومسامع المجتمع الدولي، حيث قام جيش أردوغان ومرتزقته باقتحام المدن والقرى الآمنة وتهجير أهلها والقيام بكافة أعمال السلب والنهب والحرق. وإننا ندين ونستنكر هذه الأفعال الوحشية التي قام بها العدو الظالم الذي لا يفرق بين أحد، طفل أو رجل أو امرأة، وارتكابهم أبشع الجرائم التي لا تقبلها البشرية. ومن هنا نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوضع حل لما تقوم به الدولة العثمانية المحتلة المتمثلة بحزب العدالة والتنمية أردوغان وأتباعه ومرتزقته. إنما نحن دعاة سلام، نريد السلام لشعبنا ولا نريد الحرب. نريد سورية واحدة وأرضا واحدة لا تقبل التجزئة ولا تقبل الاحتلال والاستعمار. نريد العيش بأمان واطمئنان في بلادنا. وإن كان لابد من وجود منطقة آمنة، فيجب أن تكون تحت إشراف دولي أرضا وجوا، وليس تحت احتلال تركي غاشم يشرد الآلاف ويقتل الآلاف ويقتل الأطفال ويأتي بويلات الحرب على أرضنا وبلدنا وأهلنا. عاش الشعب السوري بكافة أطيافه، وعاشت وحدة الأراضي السورية، والرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا. وشكراً.